بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على طارق الدين قناة يسر الرحمن الرحيم. اليوم راح نكملوا البارتي الثانية تاع لو سيندروم باركنسونيا وايد. بون، كنا هنا بين ما عرفنا هذا الصفر، هذا لي فوا دو كونديكسيون نورمال اللي هما شفناهم هنا كيما الرسم هذا تاعنا اللي هنا واش الصفر هنا تاعنا لي فوا دو كونديكسيون اللي هما نورمال تاعنا كيما قريناهم. عرفنا لو سيندروم مور باركنسونيا وايت يعطينا فوا اسوسوار اللي هو كيما هنا بالازرق، هنا بالازرق ولا هنا برسم تاعنا هذا بالابيض اللي هو لو فوا اسوسوار هذا واسمو لو فيسو دو كانت اللي هو اللي يسبب لنا في قلة الزمن تاع لو سيغمون بي ار تاع الانترفال بي ار. وكون نكملو في الشروح تاعنا. بون، هاو التعريف تاعنا، قلنا لو سيندروم كاركتيريزي بار لا بريزونس دان فيسون اليكتيك اسوسوار ابيرو لي فيسون دو كانت. لو فيسون دو كانت هذا ينقل الطاقة الكهربائية، يربط لنا ديريكتومون لي زوغيات اي لو فونتريكول سون باس بار لو نيو اوريكيلو فونتريكولار، ومنه ما عندناش التأخير هذاك تاع الطاقة الكهربائية. عملك لو نيو اوريكيلو فونتريكولار مهمة تاعو يأخر لنا الطاقة الكهربائية، عملك كي لا تصرا لا ديبولاريزاسيون تاع لي دو اوريات ينقبضوا يسربيو الدم في لي فونتريكيل. عماك باش يكون التاخير هذا باش لي فونتريكيل ما ينقبضوش. عماك اذا صرا انقباض تاع لي دو اوريات في لو ميم طون يصرا انقباض تاع لي دو فونتريكيل، راح يصرا لنا مشكل في القلب. تسمى لي دو اوريات راهم يفرغوا في راهم يصغر الحجم تاعهم باش يفرغوا في لي دو فونتريكيل. واش يدير لي فونتريكيل؟ لي فونتريكيل حتى هما يتقلص الحجم تاعهم باش يفرغوا مثلا في الفونتريكيل كوش يفرغ في لوريا الدروا هكذا. لوريا لو فونتريكيل كوش يفرغ في لا اورت او مشكل الاخرى تتعصر تخرج له، الاخر يتعصر باش يخرج، ما يصرى لنا مشكل في القلب. المهم هذا التاخير باش ما يصرناش مشكل في القلب. اعمال كي صرى ديبولاريزاسيون تاع لوريات غوش يفرغ لو سون دم في الفونتريكي غوش كي يتعمر مليح، يعاود كي يتعمر مليح هذاك هو مده تاع التعمار تاعو هي قيمه تاع التاخير تاع لانترفال بي ار. باش كي يتعمر مليح من بعد لوريات كوش تصرا لها لا ريبولاريزاسيون تعاود ترتخي، تتسكر لا فالف اورتيك، تسكر لا فالف اللي بين تسكر لا فالف اللي بين لوريات كوش اي لو فونتريكيل كوش. من بعد لو فونتريكيل كوش واش يدير؟ يعاود يتصرا له لا ديبولاريزاسيون اللي هي عباره عن لو كومبلكس كيراس، يدي ينقبض يسربي لنا الدم في لا اورت اكسترا اكسترا. المهم هذه هي وظيفه تاع الانترفال بي ار هذا. على واش كاين مشكل كي يصغر ولا يكبر؟ هذا ما كان نكملو سوغ لو او سي جي سو لو سيندروم كاركتيريزي بار لا بريزونس دان ليسباس بي ار كورت، وعرفنا على واش كورت، اي لا بريزونس دان لون دو دي بي دو ليسباس ابيلي لون دالتا. المهم لون دالتا خي شرحنا قبيله في الفيديو الاول هذاك، يجي كي شغل قوس بين لون دو بي من بعد يجي قوس، دوك نشوفو في الرسم يجي قوس من بعد يجي ليسباس بي ار لو كومبلكس كي ار اس. نكملو، قال لك ليسباس بي ار او كنشرحو لون دالتا ما تخافوش نجيو الرسم ونشرحوها. يقول لك ليسباس بي ار اي كورت دون لو سيندروم كار لا بارتي دو لافلي الكتريك باس ديريكتومون دي لي زوغيات اي لي فونتريكي سو كي اكسيليري لو دي بي دو لا ديبولاريزاسيون تاع لي فونتريكي. هنا وشرحنا على واش ليسباس بي ار كورت، زعما ما كانش تاخير تاع الطاقه الكهربائيه. قلنا لوني اوريكيلو فونتريكولار يخلي الطاقه الكهربائيه باش يخلي لي زوغيه تاعنا ينقبضوا، تصرا لهم ديبولاريزاسيون ويسربيو الدم لو فونتريكول كوش في حقلهم. هذا ما كان بصح كي تصرا ان تصرا ديبولاريزاسيون تاع لي زوغيات من بعد ديريكتومون يجي لنا لو كومبلكس كي رسم صرا لا ديبولاريزاسيون تاع لي فونتريكول او عندنا مشكل في الكد تاع لو سون. نكملوا، المهم هذه داخله في الفيزيوباثولوجي. عندنا هنا يقولك لون دالتا، ها لون دالتا انا جاي باش نشرحوها. قالك هي لا با اي ا لا بارتي دو فونتريكول دروا او غوش سويفون لا لا لوكاليزاسيون دي فيسون دو كان لا ديبولاريزاسيون اون بروميير بار لي فيسون دو كان بويس لا ديبولاريزاسيون ديسونتون بار لوني اوريكولو فونتريكولار اريفي بور دابور او لو كومبلكس كي راس نورمال لا شيما. دوك نشوفو، قالك هنا لون دالتا هذيك اللي شفناها وقلنا يا اخي عندها في حاله طبيعيه تجي لون دو بي بعدا يجي لو سيغمون ايزو الكتريك اللي هو لو سيغمون نهضر لو سيغمون ميش انت هذا لو سيغمون ايزو الكتريك اللي هو خط مستقيم بي ار بعدا يجي لو كومبلكس كي راس تاعنا. بصح لون دالتا واش هي؟ يقولك عندك لو لون بي بعدا يجي قوس ديريكتومون قوس هذاك ديريكتوم قوس صغير يعطينا لو كومبلكس كياس هي لون دالتا. وهي واش قالك لون دالتا هذه لا فيزيوباثولوجي تاعها هي
La dépolarisation تاع لا بروميير بار لو فيسو دو كانت. لا فيسو دو كانت هذا كي تاع لا كونديكسيون تاعو يمد لنا ديبولاريزاسيون رابيد تاع لي فون تيكيل. لا ديبولاريزاسيون رابيد تاع لي فون تيكيل في لو سيجي نسجلوها هي نون دالتا كي شغل قوس ديريكتومون يطلع من بعد لا ديبولاريزاسيون تاع لو ني اوريكيلو فون تيكيل. المهم كي يكون عندنا لو فيسو اسيسوار القلب يمشي عادي ولو فيسو اسيسوار هذاك هو يزيد يمشي باش نتفاهمو. تسمى كي زوج تخلطت صرا عندنا زوج كونديكسيون تاع لاف ايديكتريك تاع القلب. ماشي كي يكون عندنا لو فيسو اكسسوار هذا لو فيسو دو كان تصرا غير فيه لا كونديكسيون ايديكتريك. لا تصرا لا بروباغاسيون تاع لاف ايديكتريك يمشي نورمال في القلب يجي من لوني سينيزار يروح لي دو اوريا تاعنا بعد لوني اوركيلو فونتيكولار بعد لو فيسو دو هيس بعد لو غيزو بركيجيان اكسترا اكسترا وتعاود الدوره. بصح كي يكون عندنا في صوتو كان كيف كيف تسرع الحاله الطبيعيه وزيد الحاله لان في الالكتريك يزيد يفوت في لو في صوتو كان هنا تسرع المشكل. نجيو هنا ها او عطاك هنا لو سي جي تاعنا ها لون دالتا. لون دالتا هنا كيما نشوفها انا نشوفه قوس حذاري. هذه لون دالتا كي يكون عندنا قوس نسميه لون دالتا او سمي هنا دالتا كاين قوس لون دو بي او ساعات كي يكون عطاك لو سيغمون لو سيغمون بي ار. كاينين حالات اخرى لو سيجي ما تلقاش لو سيغمون بي ار تلقاه ديريكتومون لون دو بي بعدا يجي قوس يعطيك الانترفال بي ار. المهم القوس هذا تاع لو كومبلكس كي راس اسمه لون دالتا. دوك نزيدو نشوفو في لو سيجي خير. المهم هنا في الفي ان ها شوف بون كنا هنا ها انا عطاك في سو اكسسوار. المهم كيما الرسومات اللي شفناهم قبيلتها قلنا في سو اكسسوار بين لوريات غوش اي لو فونتريكول غوش هنا وعطاك لو في سو اكسسوار هنا ها كانت شوف قادر يجي كيف من لوريات دروا حتى لوريات لو فونتريكول غوش. تسمى كل مره المهم اي في سو يعطينا ان كونديكسيون اكسسوار بين ديريكت بين لي زوريات اي لو فونتريكول وسميو لو في سو اكسسوار دو كان هذا ما كان ها كيما المره اللي عطاونا هاك. وكاين المره اللي فاتت كيفاش شفنا دونك نشوف ها المره اللي فاتت كيما شفنا شفناها ديريكت هما بالاحمر هنا هذا اللي في صوت كان. والمره اللي شفنا قبيلتها هاك دونك غنكملو في التعريف تاعنا ها توجور لون دالتا كيما هنا لو في سي سجلنا العكس زعما كنا في الالكتريك راهو يبعد على لو في سي. المهم لون دالتا راهو يكون قوس نكملو ها من بعد هنا في الالكتريك عفوا هنا شوفوا الكحله تريسيتي راهي تكون هنا في لافلي الكتريك هذا سجلوا ديفليكسيون اللي هي كي شغل قوس دالتا دوكا لافلي الكتريك هو يكمل لا بروباغاسيون تاعو ها واش نسجلوا في الفي 6 كي يكون لافلي الكتريك هو الحك لي فيسو دو هيس بعدا لا زون دو بيركيسيون ها كملوا لو كومبلكس كي راس تاعنا عادي. بصح كاينه لون دالتا اللي هنا ها اي قوس قوس ها لون دالتا وتوجور كيما في ان ها كاين قوس بصح الباقي من بعد يكون نورمال ها ولا في الالكتريك فاتنا لي ريزو دو بيركيزيون صرا ديبولاريزاسيون تاع لي دو فونتريكي ها لو في 6 كيما طول ها عندنا لون دالتا ها هنا قوس هذا ولي سباس بي ار لانترفال بي ار راهو صغير ها سيندروم مور بيركيسونيا وايت ها يعطيك لانترفال بي ار تاعنا راهو كورت ويعطيك لون دالتا لون دلتا زايد الانترفال تاعنا بي ار كورت راهو سيندروم مور باركيسونيا وايت كيما نشوفو في الرسم هذا. المهم ديما لازم تشوفو القوس هذا اللي هو لون دلتا. دوك نزيدو نشوفو في رسومات اخرى هاو هنا كيما لو سي جي هذا تاعنا غنشوفو سيندروم مور باركيسونيا وايت اي ديريفاسيون تروح لها ولا دوك تلقاه عادي ها هو نشوفو هذا اللي ها تشوف هنا لون دو بي بعد اوب كاين قوس يطلع ديريكت ما كانش ساقمو ولا حاجة المهم كاين قوس هنا او قوس كي شغل طالع ديريكت حاولوا برك تركزوا برك مي برك تلقاو القوس هذا تاع لون ها كيما هنا ها ديريكت هو قوس يطلع ما يبانش مليح برك لو سي جي هذا شويه ناقص ها ديما توجور تلقاو قوس قوس هذاك اللي يطلع بين لون دو بري ها كيما هنا هو قوس ديريكت هو طالع ها قالك لو سيندروم مور بيركيسوني وايت لي فريكونس اكسيتيرا اكسيتيرا نجيو هنا هذه اللي بغيت نعطيها لكم
لو فيسون تاعنا ها لو فيسون دو كانت قدر يكون ادروا كيما شفنا في نوار بلون يسبب لنا روتار غوش دون الدالتا تاعنا تكون سوبري ا 0 اون في 1 في 6 لو فيسون دو كانت قدر يكون ا غوش كيما شفنا في المثال اللي فات هاو المثال اللي فات لو فيسون دو كانت راه هنا في لا غوش ها لوريال غوش اي لو فونتريكيل غوش بس حنا كيكون ادروا ها كيما هنا عندنا كيما رسمنا اللي فات لو فيسون دو كان لو فيسون اكسسوار اللي هو ا ها هذا هو يكون ادروات قد يكون دروات ولا قد يكون غوش كمل ها كيما رسم هذا تاعنا اللي هنا كون زومي وقت تلقاو عندنا لو بي ار كورت وعندنا لون دالتا ها لو بي ار تاعنا راه كورت وعندنا لون دالتا ها لو بي ار تاعنا كورت وعندك لون دالتا شو برك معاه تلقى كي شو القوس طالع هذه هي بون قالك هنا كاين دو ريسك تاع لو سيندروم اوف باركنسون ايوات اول حاجه قد يعطينا باكي كاردي جونكسيونير وكاين دوزيام ريسك هو يعطينا لو باساج تاع لا فيبراسيون اوريكولار او اون فليكير اوريكولار تسمى هادو بعض لي سيندروم تاعو هادو من بعد لي سيندروم هادو قادر نشرحهم في تخوب لو كونديكسيون تخوب ديكستابيتي ان شاء الله اذا وفقناكم ودرتو بون انا جبت لكم عندي التعريف باللغه العربيه كا ممكن يساعدوكم بكا كيما هنا برك ركزوا هنا في الجي جي هذا ها لو سيندروم مور باركنسون وايت هذا واش يعطيك موجه دلتا تتميز في شخص يعاني من تلج ها موجه دلتا كي شغل لون دو بي بعدا يجي قوس ما يجيش سيغمون ايزو الكتريك هذا ها تجي كي شغل لون دو بي بعدا كي يجي اوف قوس باش يعطينا لو كومبلكس كيراس حاولوا برك تركزوا ها قوس هذا ها لون دو لون دلتا روحوا شوي الفيزيو بون انا جبت لكم طول بالعربيه باش نفهموا ليه قلنا لا فيزيو باثولوجي تاع المور باركنسون وايت تعتبر متلازمه مور باركنسونيا وايت كيك لي انظمه السريعيه الوسطيه تسرع فوق الوطين اللي هو تاكي كاردي سوبر فونتريكيلار اوريكي فونتريكيلار قالك بسبب وجود ممر شاذ هذا هو ممر شاذ ممر شاذ وش هو هو لو فيسو دو كانت لو فوا اسيسوار ها بسبب وجود ممر شاذ بين الاذنين والبطين هذا هو سبب دوار باركنسون وايت ماذا وشرح باللغة العربية ما في بال مبان لازم نكبرو شوي هنكملو قالك الوصول الكهربائي الطبيعي من الحزم هذا الممر عبارة عن حزمة ناقلة إضافية من نسيج أوزين تصل إلى البطينات وعادة على الجانب الأيسر تدعى هذه الحزمة ديفيسو دو كان اكسترا اكسترا ها شو كيما انا واش عندها عندها تشخيص المرض قالك يشخص بواسطة تخطيط القلب الكهربائي واضحة ها نجيو هنا تشخيص تاع المرض هذا بواسطة تخطيط القلب حيث نجد تغييرات واضحة في جدة المتلازمة حيث ظهر تخطيط القلب بشكل تقليدي لوار باركنسون وايت اللي هو قصر الفاصلة بي ار قالك يظهر مركب كياس قمة باكرة تدعى الموجة دلتا وعرفنا دلتا وش هي على الجزء الصاعد أما الجزء الثاني من المركب كيراس طبيعي لأن النقل عبر الحزمة هيس يلحق بتنبيه باكر ويجب الانتباه لوجود بعض الأعراض حين وجود دلتا وحدها غير كافية للتشخيص فيجب أن ترافق مع الأعراض يوجد عند المريض سبق الإشارة فونتريكولار بري اكسيتابيليتي بدون أن يكون لديه وورك باركنسون وايت اكسترا اكسترا هاو زيد جيك هنا قالك الالكتروكارديوغرام لوغ سكوليتي ميسي نيزال قالك اون غوتوف ان اسبي كاركتيريزي بار لو سيندروم ان لون دالتا لون دالتا هي كاركتيريزي بار لو سيندروم اوف باركنسون وايت وش هي قالك ان بون او دي بي دو لا برونش مونترال دو لوند ار ني با اوسي غيدي كو نورمال قولك مهم ها لون دالتا هي تجي في البورسيون انيسيال تاع لوند ار كيما عرفنا يجي القوس هذاك في لو كومبلكس كيراس ابري كالكا سنتيمتر دو سيكوند اكسترا اكسترا قالك هاي سيت اوند هادي ابيلي دالتا كي لا سيرشارج دو فون بون دو فاز اكسترا اكسترا ها لون دالتا هادي كي سورا اجوتي افون اي بوندون لا فاز انيسيال دو لوند ار entraîne le raccourcissement de l'intervalle PR et allongement de la durée du complexe QRS, élargissement du complexe QRS ainsi que tous les troubles de la repolarisation. Bon, quand on dit qu'on a un sujet fait par cas, un sujet est atteint, un sujet,
راح نبداو كيشغل نقراو شويه على لو سنتر مور باركنسوني وغاي نزوميو نزوميو باش نقدرو نقراو توجور نحوسو على انون كيما نهار او القوس اي باين هنا القوس شوف مليح برك تلقى القوس ها قوس لون الدالتا تاعنا زيد وين باين ها شوف كيما هنا الفيديو ها القوس باينه كاينه قوس شوف مليح برك ها القوس ما كانش لي سيغمون هذاك ايزو الكتريك هكا بعدا باش تجي الاخر لو كومبلكس كيس ما كانش كاين ديريكتومون قوس حوس مليح برك تلقى القوس ها كاين هنا القوس ها قوس قوس حذار يا لازم تلقاو القوس هذه مع لانترفال بي ار يكون صغير شوفوا برك ركزوا برك دوك تعرفوا لانترفال بي ار هو صغير زايد القوس هذا مكان بون هنا زاد الكراسم ها في الحاله الطبيعيه لا كونديكسيون الكتريك فاتكم من لوريات من نوني سينيزال لوريات دروا لوريات كوش نوني اوريكيلو فونتريكيلار لي فيسو دو هيس لي ريزو دو بيركيشيان الى اخره لو سي جي تاعنا كيف نسجلو يكون نورمال ها لو سي جي تاعنا نورمال عندنا لون دو بي لو سيغمون ايزوليكتريك لو كومبلكس كيراس اكسترا اكسترا هكذا في الحاله الطبيعيه بصح كي يكون عندنا لو سيندروم مور باركنسوني وايت باش نسجلو ها لو سيندروم مور باركنسوني وايت عندنا لو فوا اكسيسوار اللي هو لي فيسون دو بان سواء يكون غوش سواء يكون دروات او هنا بالاحمر فهمتوا يعطينا كونديكسيون ديريكت بين لي لوغيات اي لي فونتيكي واش نسجلو نسجلو ها نسجلو لون دالتا عندنا القوس هنا هكا وهنا قوس ها تقسم هنا وهنا تلقى كي شغل قوس ها لون دالتا مع لون دالتا ما تفيش وحده مع لازم يكون الانترفال بي ار صغير بون هاو زاد هنا رسم هذا كي يكون نورمال ها بروباغاسيون دو لانفلي الكتريك بالابيض كي يكون عندنا هنا فوا اكسسوار ها مثلا عطاك لو فيسو دو كانش كي يكون غوش ها يعطيك لو فوا اكسسوار تما الطاقه الكهربائيه تفوت من باثولوجي يعطينا في لو سيجي تاعنا هو سيندروم باركنسونيا وايت ونشوفو ديما لون دالتا ها نزومي لون دالتا تاعنا ها تلقى توجور ان لون دالتا ها شوفو كي يكون نورمال شوفو كي يكون وورد باركنسون وايت لون دالتا بون لان كملنا الفيديو الجاي ان شاء الله السندروم الثاني بون بعد ما عرفنا سندروم وورد باركنسون وايت الفيديو الجاي هو سندروم لونغ غانوا لايفن هذا عيت ننطقو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.